إذا كنتم تتذكرون عندما كانت هناك مشكلة في علاقة أوزجياكيس وجوكبرك ديميرجي أي بعد الانفصال، تدخل الأصدقاء المقربون للممثلين خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أوغلو للتوفيق بينهما مثل العديد من الممثلين المشهورين. حتم الشركاء السابقون في مسلسل الأمانة خبر انفصال أصدقائهم المقربين، كانوا من أوائل الأشخاص الذين أرادوا التوفيق بين العشاق. هذا صحيح، على الرغم من إصرار أوزجياكيس على عدم التوافق، تصالح الزوجان في النهاية ولعب خليل وسيلة دورا مهما في استمرار هذه العلاقة. مشتركي الأعزاء، وفقا للمعلومات التي بحثت عنها على وسائل التواصل الاجتماعي أيام الماضية، اتخذت أوزجي وجوكبرك إجراءات لتتويج علاقتهما الطويلة الأمد بالزواج. توصل الزوجان المشهوران إلى نتيجة منطقية، قرر إنهاء هذه العلاقة الزواج بحلول نهاية العام. أجل، جعلت أوزجياكيس وجوكبرك ديميرجي جميع معجبيهم سعداء بهذه الخطوة التي اتخذوها. الآن حان دور أوزجياكيس وجوكبرك ديميرجي للمصالحة. كما تعلمون غالبا ما تتحدث الممثلة أوزجياكيس مباشرة مع متابعيها على حسابها على إنستغرام، ويطلب دائما منها متابعيها التوفيق بين خليل وسيلة. أعلنت أوزجياكيس لمتابعيها أنها ستحاول فعل شيء حيال ذلك. يبدو أن الزوجين اللذان يلتقيان كثيرا مع خليل وسيلة يتطلعان بهذه المهمة. في الواقع كتبت بعض المواقع الأجنبية أن جوكبرك ديميرجي وأوزجياكيس اجتمعوا مع الممثلين للتوفيق بين خليل وسيلة. كان المشجعون يطلبون من الممثلين التوفيق بين خليل وسيلة سواء مباشرة أو على وسائل التواصل الاجتماعي. من غير المعروف ما هو القرار الذي اتخذه جوكبرك ديميرجي وأوزجياكيس بعد لقائهم مع أصدقائهم الذين لم يتمكنوا من تجاهل هذه الطلبات، لكن قريبا قد نشهد مصالحة خليل وسيلة. ومن المؤمن بشكل خاص أن يكون الزوجان من بين الضيوف في حفل الزفاف، أن يتصالحوا بناء على طلب العروس والعريسة. لا تنسوا مشاركة أفكاركم حول هذا الموضوع معي، وهل تعتقدون أن خليل وسيلة سيتمكنان من العودة مرة أخرى؟ لا تنسوا مشاركة أفكاركم معي في قسم التعليقات بالفيديو.